والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة، تقدم أخبار الاقتصاد شروق عماد. تفضلي شروق. شكرا لكما إيمان وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة مع رئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية تيم وورد مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين. ووفقا للمذكرة، ستقوم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشاريع بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين. أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، أعلنت عن انطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي كأول صندوق استثمارات للصناعة متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية. ويهدف صندوق النيل للاستثمار الصناعي إلى تقليل الفاتورة الاستيراديه وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي المؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 26113 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 5796 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 8321 نقطة. في أسواق البترول العالمية أيضا، ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات في ظل توقعات زيادة الولايات المتحدة احتياطاتها الاستراتيجية من الذهب الأسود مع احتمالات تراجع الأسعار نتيجة دورة التجديد النقدي. زادت أسعار العقود الأجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 61% إلى 83.95 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 58% إلى 79.46 دولار للبرميل. أيضا صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتصل إلى 2.76 دولار لللتر، وزادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل 2.17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قرض يقدر ب 45 مليون يورو لمشروع الطاقة الحرارية الأرضية في ولاية بافاريا الألمانية، وذلك لتوفير التدفئة والكهرباء في خطوة ترمي إلى الاستفادة من نيوب المياه الساخنة أو البخار بولاية بافاريا الألمانية. رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2024-2025، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بنسبة 1.8%، أما الصيني فسينمو بنسبة 4.5%. وتتوقع المنظمة في تقرير شهر مايو الجاري نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في 2024، بارتفاع عن تقديرها الصادر في فبراير الماضي البالغ 2.9%. كذلك رفعت المنظمة توقعاتها للعام المقبل 2025 إلى 3.2% من 3%، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6% على أن يتباطأ النمو إلى 1.8% في العام المقبل.